بعتبر الموت عز صراحة. لهالسبب ان يوما طلعت من السجن عملوا لي مبادلة الشباب وطلعت. من شروط المبادلة كانوا انهم يودوني على قدسية ويصوروني واحكي تليفون. والله فتت على بنتي قعدت صورتي بعدها طبعا عند العالم كله. لما صورني قال لي يقعد بدي صورك، قلت له هيك. قال لي نزلي ايديك، قلت له انا ما بدي نزل ايدي واصلا انا ما بديش اطلع، رجعني على الفرق. اجى اضطر يصورني وانا قايل هيك بدي الثنتين. اخذت سياره من قدسية ورحت على كراج درعا اشوف العالم غير عالم. اللي سنتين يا الله، سنتين ونص وخمسة ايام ماني شايف الضوء، ماني شايف الشمس، اشوف العالم كلها مختلفه. مشيت لكراج درعا، طلعت لقيت باص مكتوب عليه ازرا. والله طلعت بهالباص، قعدت اخر مقعد من ورا، كان فيه شيء سبعه شباب وبنات. وصلت اول ازرع في حاجز قام يطلب هويات النسوان. قلت انا من هون رجعت لحالي، بجري رجعت. قرب هوياتكم هوياتكم. والله اخذ هويات الشباب، قال لاول وحده اعطيني هويتك الثانيه. والله طلع هيك بيهن وقام يزت، قال له يلا امشي. يا فرج الله. أول بصر الحرير لقتني هالعالم هالناس، سلم علي وتبوسني ويا حجة ويا حجة ويا حجة. طلعت تيش قلت لهم وين أولادي؟ كل هالدنيا ملاقيتني غير أولادي وجوزي، وينهم؟ ولا جيزان بناتي موجودين. فينا دكتور الله يرحمه قام يقعد قدامي وصير وعبطني وصار يبكي. قال لي تروحي عليهم؟ قلت له اي. حطوني بهالسيارة ونزلوا بي على تربة الشهداء. عد عبد الله وحمزة ويحيى ومحمد وأبو مهدي وأبو علي وأبو قاسم، شو بدك تعد؟ سحبت حالي أخذوني وطلعت.